انطلاقا من شعارنا ولأنها حرة بتوجهاتها وبممارسة حياتها وشكل هواياتها وشغفها واختياراتها، هي أحد الوجوه التي شاركت في حملة الحرة لدعم حريات الأفراد لعيش حياتهم بالشكل الذي يؤمنون به. طبعا احنا قاعدين نتكلم عن جينان خوري، الفتاة الجميلة هوايتها قيادة الدراجات النارية دون أن يكون هناك أي تناقض، كما قد يعني يعتقد البعض أنه الدراجات النارية هي حكر على الرجال. عموما جنان وخلال حوارنا معها رفضت الصورة النمطية المأخوذة عن الفتاة أو حتى عن الإناث بشكل عام، وترفض الاعتقاد أنه البنت ما تقدر تقوم بأي عمل أو أي هواية معينة بس لأنها بنت، ولأنه هذه الهواية هي بس محتكرة للرجال. والحديث أكثر تنضم إلينا من بيروت سائقة الدراجات النارية جنان خوري. صباحك سعيد يا جنان. يعني في البداية لو نبغى نتكلم عن حرية توجهاتك وأفكارك وممارساتك لحياتك، يعني هذه الكلمات بحد ذاتها هي ممكن تكون صعبة أو أنها ممكن تسبب لك بعض المشاكل أو أنها ممكن حتى تدخلك في حوارات ما لها نهاية. كلمين كيف بتواجهي هذه الحياة مع أفكارك؟ أول شيء صباح الخير. صباح النور. مبدئياً أنت بتعرفوا أنه مجتمعنا هو مجتمع ذكوري بامتياز. صحيح. وطبعاً أنا كان عندي شوية مشاكل بهذا الموضوع، بس المشاكل ما كانت من قبل أهلي وعائلتي بل من المجتمع، لأنه طبعاً كانوا دايماً يعتبروا أنه هذا الشيء ما بتعمله مرأة، وإذا بدها تعمله مرأة ما رح تعرف تعمله مزبوط. بس أنا قبلت هذا التحدي وما سمعت لحداً، واشتغلت على حالي كتير لقدرت أوصل ليصير عندي هلأ 7 شهادات. جميل جداً. counting. يعني كتير حلو جنان. يعني خلينا كمان نحكي يعني إلى أي مدى من المهم أنه تتمسك الفتاة بشغفها وتمارس حياتها بالشكل اللي هي بيناسبها وزي ما أنت عملتي. علمتني الحياة أنه الحياة ما لها معنى إذا ما في هواية أو شغف معين، لأنه وقت يكون شخص عنده هذا الشيء بيعطيه طعمة ونفس لحياته غير. وأنا الهواية اللي أنا ما بسميها هواية، أنا هذا الشيء شغف كتير كبير، بيعطيني شعور جميل جدا، وكمان بيأثر على شخصيتي. صرت أنا أقوى وبقدر واجه صعوبات تبع الحياة أكثر، لأنه حكما وقت أعمل هيك شيء شخصيتي بتتنمى وبالتالي بقدر أقدر واجه. Exactly. Yes. طب جنان خلينا يعني نتكلم بتفاصيل أكثر وبشكل أدق. يعني لما نقول أني أنا عندي هذه الهواية أو أنا عندي هذا الفكر أو عندي هذا التوجه اللي هي حرية الاختيار مهما كان، هذا الشيء قد إيش هو واقعيا لك أنت كان صعب حتى أنك تقدري أنك مو بس تمارسيه تتقنيه وأنك توصلي إلى 7 جوائز. 7 جوائز أنا أتكلم عن هواية ما مارستيها سنة ولا 2 ولا 3، أنت مارستيها من أنت صغيرة بعد معلمك الوالد قيادة الدراجات النارية. من أول ما بدأتي إلى الآن قد إيش هذا الشيء أثر على شخصيتك وقد إيش حاربتي حتى تثبتي أنك قد هذا الشغف وأنت حبة؟ طبعاً حاربت. حاربت لأنه في نوعين من الرجال بالمجتمع حسب ما أنا اختبرت بحياتي. في الأشخاص يلي أبداً ما بيتقبلوا الفكرة أبداً، يعني أنه أنت مين ومين مفكرة حالك ولا ممكن تعرف تسوقي مثلنا. وفي الناس يلي كتير بينصدموا
وبيحبوا الفكرة، بس إنه بعدهم لهلأ بيتعجبوا على هذا الموضوع. حتى وقت أكون أنا على الحلبة ويكون يعني في 60 أو 70 رجل حوالي وأنا أكون الإمرأة الوحيدة، في من هول الرجال يلي انتبهت عليهم إذا هن مستواهم أعلى من مستواي بينبسطوا لي وبيشجعوني، بس إذا أنا مستواي أعلى منهم ما بيتقبلوا الفكرة. إنه كيف؟ كيف مع إنه نحن بأوروبا وهن يعني كتير قليل يكون في عرب، يعني مرة بس كان في شخص من مصر والباقي كلهم أوروبيين وأمريكان وأسترالية، يعني حتى بالدول الغير عربية في شوية حساسية على الموضوع. يمكن جنان هاي بس هذا الشيء ما بيأثر علي، يمكن هاي الصورة النمطية اللي دائما منتشرة بخدك بتقبل التحدي أكيد وخليكي هيك يعني. بس أنا أكيد أكيد ما في شيء بيوقفني أنا، هذا الشيء يعني أكثر بكثير من هواية بالنسبة لي. أنا حياتي كلها بتتمحور على هذا الموضوع، طبعا برات عائلتي وأصحابي. طب جنان خلينا بس نركز على نقطة أساسي أنا شخصيا حابة أعرفها بالبداية، إنه والدك علمك قيادة الدراجات وما فرق بينك وبين أخوك، لكن المجتمع يعني هل تقبل تجربتكم بنفس الطريقة ولا تحيز لأخوك؟ هلا أنا بلشت سوق كان عمري 8 سنين، كنت كتير صغيرة لأعرف شو عم بيقول المجتمع صراحة بوقتها. بس بتذكر كتير منيح في شغلة جملة لقطة مرة أنا وصغيرة، كان عمري شي 10 سنين، كانوا الأمات تبع البنات اللي بمدرستي ما كلهم يخلون إنه يحكوا معي باعتبار إنه أنا بضلني بالشوارع مع الرجال عم مارس هيدي الهواية. إنه بتعرفوا أنتوا هيدي الهواية مع الأسف الشديد عندها فكرة عاطلة، إنه الباد بويز إذا جاز التعبير هن اللي بيسوقوا الدراجات النارية، وإذا أنا معهم يعني أنا مني من البنات اللي بيقدروا يلعبوا مع البنات اللي بيصفي. يعني بتذكر مرة لقطت لهيدي الجملة بس ما تأثرت أبدا، بالعكس ضحكت. طيب وعلى فكرة أنا بي جنان أنا معلش أبغى أسألك سؤال ربما يكون هو حساس، اسم الله من يوم ما بدينا نحكي معك وأنت ابتسامتك ما غابت عن وجهك، هذا التفاؤل اللي أنت يعني ما شاء الله ماليكي في ظل الأوضاع الاقتصادية والوضع الحالي في لبنان، هل فكرتي أنك تهاجري حتى أنك تتبعي شغفك وتحققي حلمك، أو أنك برضو متمسكة أنه هذا الشغف راح تمارسيه على الأراضي اللبنانية؟ هلا مع الأسف الشديد نحن بلبنان ما عندنا حلبة، سو أنا لو كانت بترجع لي الأمور كنت فليت من زمان، بس أنا عندي ولد ابني رح يصير عمره 17 سنة. Thank you. So أنا أولويتي هي لابني، بس كنت دائما أقول إنه إذا اختار ابني إنه يترك لبنان ليكمل دراسته برا هو بيضب الشنطة وأنا بضبها معه. أيوة أكيد بفل أكيد بفل. طبعا أنا تفاجأت ما شاء الله عليك كمان يعني. جد تفاجأنا يعني مبين يعني. طيب جنان والدتك أيضا شجعتك ودعمتك، لكن بنفس الوقت حاولت أنه تعلمك رياضات أنثوية، يعني هل هنالك تناقض حسب رأيك بين رياضة السيارات والدراجات بين يعني وبينها وبين أنثى النساء؟ وسريعا جنان بفتكر أمي لعبت دور كتير أساسي بهذا الموضوع، كتير اشتغلت على أنه ما أفقد أنوثتي إن كان باللبس أو بالرقص أو باللعب بألعاب للبنات باربيز ودولز مش سيارات، وقدرت هي وبي يقدروا يعملوا البالانس يلي كان مثالي أن أنا ما أكون فاقدة لأنوثتي وبنفس الوقت أقدر أنا أتحكم بكل ثقة بهوايتي وشغفي. يعني يا جنان أنا أشكر مداخلتك اليوم معنا ومشاركتك كمان في هذه الحملة، وشكرا على إصرارك أنك أنت كمان تمارسي هوايتك بشغف وحب وما كنت متنازلة عنها. شكرا لوجودك معنا اليوم.